عشان نحسب الانحراف المعياري هناخذ المثال التالي. بيقول لك هناك مشروعان استثماريان هما صاد وعين ومتساويان في العمر الاقتصادي وفي التكاليف الاستثمارية وفي ما يلي كل دي طبعا معطيات وفي ما يلي بيان بالتدفق النقدي الاستثماري لهذين المشروعين اللي هما مشروع صاد ومشروع عين. طيب نكتب المعطيات. هنا الحالة وبعدين هنا الحالة الأولى كسات بنسبة 10% وبعدين استقرار بنسبة 70% وبعدين الرواج بنسبة 20%. لو نلاحظ هنا المعطيات 20 بتاعت 10 و70 80 و 20% يعني مجموع النسب المئوية لازم تكون 100% يعني الواحد الصحيح يعني 100%. طيب المعطيات بتاعتي برضو أكمل المعطيات. المعطيات هنا بالنسبة للمشروع المشروع صاد المشروع صاد وهنا المشروع المشروع عين كل دي معطيات اللي أنا بكتبها دي معطيات. طبعا هنا الأرقام برضو بالآلاف الأرقام بالإيه بالآلاف. طيب 40 في حالة في ظل الكساد بالنسبة لصاد 40 في الكساد وفي الاستقرار 70 يبقى تدفق النقدي في الكساد هنا 40 هنا 70 التدفق النقدي هنا كام 95. بعد كده بالنسبة للمشروعين هنا 100 وبعدين 80 وبعدين 30. ايه المطلوب مني؟ قال لك احسب القيمة المتوقعة للمشروعين صاد وعين. طيب عشان احسب دلوقتي القيمة المتوقعة دي اول مطلوب. المطلوب الثاني احسب الانحراف المعياري بعد كده احسب معامل الاختلاف. طيب يبقى المطلوب واحد حساب القيمة المتوقعة لمين؟ للمشروع صاد وعين. اتنين احسب ايه؟ احسب ها الايه الانحراف المعياري لمين ولمين؟ لصاد وعين. بعد كده احسب ها معامل الاختلاف. طيب هنا عشان دلوقتي احسب معامل الايه الاختلاف والانحراف المعياري فيه معادلة كده هنعملها مع بعض ها وجدول هنسويه. بس قبل ما نعمل القصص ديت لابد ان نحسب صافي حساب القيمه حساب القيمه المتوقعه لصاد وعين. طبعا القيمه المتوقعه لصاد وعين حاجه سهله جدا. ايه القصه؟ القيمه المتوقعه للصاد هنضرب على طول ناخد صف صف ال 40 في 10% ونضرب ونقول زائد 70 في 70% زائد ال 75 في 20%. هذا فيما يتعلق بالصاد. وفيما يتعلق بالعين نفس الكلام هتقول 100 ضرب 10% زائد 80 في 70% زائد خلي بالك من زائد اللي في الوسط دي 30 في 20%. يبقى إذن القيمة المتوقعة القيمة المتوقعة لصاد هتساوي ايه؟ هنساوي اللي انا حكيته بالظبط 40 في 10% اهي 40 ضرب 10% زائد القيمة الثانية 70 في 70% زائد 95 في 20%. اقفل مع بعض كده بالآلة الحاسبة هنحصل على رقم. الرقم ده هيبقى كام؟ هيكون بالظبط بيساوي 72. طيب القيمة المتوقعة نفس الكلام خلاص بس البي بقى المشروعين يساوي ايه؟ نفس القصة المية في العشرة زائد 80 في 70 زائد 30 في 20 اهي نفس الكلام بالظبط اهو. يبقى 100 في كام بالظبط؟ 10% زائد 80 في 70% 80 في 70% زائد 30 في 20% زائد 30 في 20% واقفل القوس هنحصل برضو على تقريبا هنبقى بنفس الرقم بالظبط 72. هنا بنقول ايه؟ هنا القيمه المتوقعه ما رجحتليش لا صاد ولا عين. اديني القيمه المتوقعه لي هنا 72 والقيمه المتوقعه هنا العين اعطتني برضو 72 ودي من اهم المشاكل اللي قابلتنا في حساب القيمة المتوقعة. يعني هي معيار كويس وممتاز في ظل ظروف التأكد ولكن يكتنفها بعض المشاكل زي ما احنا شفنا في هذا التمرين. القيمة المتوقعة هنا 72 والقيمة المتوقعة هنا 72 نختار اي مشروع من المشروعين صاد ولا عين. دلوقتي قال لك والله عشان نطلع من هذه المشكلة لازم نعرف ونحسب الانحراف المعياري لصاد ولازم نحسب الانحراف المعياري لعين والانحراف المعياري بيقيس درجة التشتت ونحسب برضو معامل الاختلاف بعد شوية عشان نقيس درجة الخطورة. وطبعا في الانحراف المعياري والتشتت طبعا بنختار الاقل نختار المشروع الاقل في الانحراف المعياري ونختار اللي هو برضو معامل الاختلاف بتاعته ذو قيمة اقل. يعني في الخطورة والتشتت نختار الاقل غير طبعا
صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي ودليل الربحية، كل هذه المؤشرات نختار فيها الأعلى، أما بعض المؤشرات الأخرى بنختار فيها الأقل، زي فترة الاسترداد نختار الأقل، مثلا الاختلاف معامل الاختلاف نختار الأقل، المشروع المفضل هو الأقل، الانحراف المعياري نختار برضو المشروع ذو قيمة الانحراف المعياري الأقل، فالأقل هنا هو المفضل وليس الأعلى طبعا.